قبل نهاية السنة. من هون إلى آخر العام بإذن الله سيكون عندنا تصور إلى ما تعانيه هذه البنوك من مشاكل، وما هو إمكانية في أي يعني التوجه سيكون تطورها. وتطور في ثلاثة أوجه ممكنة، ثلاثة ممكنة، ولكن ما فماش قرار فيهم. أما باش نبقيوهم كما هي، يعني شركة تونسية للبنك مدققة، وبينا مدققة، وبياش مدققة، بوست أوديت، وارد، لكن مش نسيسيرمون هو الحل الأمثل. وإلا باش ندمجوهم يقعد دمج، يولي أن بول بوبليك بانكير.